اعزاز بيها ومجبرين طلعنا. يعني انا عن نفسي يأسفني انه نكون هنا وعايفة بلدي، ويعني انا ام شهيد بالعراق للعلم، كان اعلامي صحفي ويا اخوانا الصحفيين، بس الله سبحانه وتعالى اختار من بين الطيبين واستشهد، وكان فخر الي الحمد لله والشكر. دائما تذكرين ايامك ببغداد بالعراق؟ اكيد اكيد، هواية ناس اعزاز وناس طيبين واهل الخير واهل الطيبة العراقيين، بس مع الاسف ظهرت وجوه غيرت الصورة هذه للاسف. ان شاء الله يرجع العراق افضل من قبل بهواية. تحبين تسلمين على اهلك وناسك بالعراق؟ والله اسلم على اعز الناس عندي، هو جاري اللي كان هو موجود ابو فيصل عبد الحميد، واختي زوجته ام فيصل، وعندي اهل يعني قليل من الاهل باقين بالعراق، على كل من يسال علينا. مشتاقه للعراق؟ والله مشتاقه لحيل حيل، مشتاقه له، بس اريد اروح ازور قبر ابني وبس لين ما زرته، وهذا اللي يحز بنفسي. هذا المهرجان العراقي العربي الكلداني، وشفنا عدد كبير من شبابنا العراقي وهو حافظ الأغاني العراقية، مع العلم هو والد في أمريكا، وشاهدنا دموع عراقية حنين للوطن حنين للعراق في هذا المهرجان. أكيد كنا نتمنى أنه العراق يرجع، وكنا نرجع أساني صار سنتين بس من نسمع أغنية عراقية، يعني لا يرادين أنت تحنين إلى وتحنين الجارج تحنين لأصدقائك، الكل شيء حلو شفناه هنا، يعني حياة أحلى بكل شيء. إن شاء الله يا رب يرجع العراق مثل قبل، وكنا نرجع وإن شاء الله الكل يتوحد ونعيش أحلى حياة أحلى مليون مرة من هنا. إن شاء الله. تحب تسلم على أحد من أهلك بالعراق؟ أكيد أحب أسلم على كل أخوتي وأصدقائي وجيراني، ويا ربي الله يحرسكم من كل شر، وإن شاء الله يرجع العراق مثل قبل وأحسن. إن شاء الله يا رب، وأتمنى لك بهذه الأغاني العراقية سهرة حلوة. إن شاء الله، شكرا جزيلا. هذا اليوم تجمع للعراقيين، شفت الدموع بعيونك وعيون والدتك وأيضا والدك من أغنى ليت العراقي أغاني وطنية، شنو تعني لكم هكذا تجمعات وهكذا لقاءات عراقية تجمع جميع العراقيين؟ أحب أسلم على كل اللي بالعراق، وأتمنى هذا التجمع كان بالعراق مو هنا ببلد الغربة اللي ما نلقى مثل العراق، مستحيل راح يصير مثل العراق هنا، قد ما نشوف كل العراقيين بس مو مثل العراق. الغربة صعبة؟ كلش كلش صعبة. اليوم تجمع كبير للعراقيين المتواجدين هنا، شاهدت الأغاني العراقية، رجعتكم على أيام البغداد أيامكم بالعراق؟ أيامنا بالعراق كلها مأساة، أيامنا بالعراق مأساة، يعني ما كان عندنا أفراح وشيء، حتى إذا أكو أفراح بالخوف. يعني تحكين أيام النظام السابق؟ طبعا على النظام السابق أكيد. مشتاقة للعراق؟ أني يومية الناس يصلون خمس أوقات، أنا خمس أوقات أصليها وراها أبكي أبكي مو أقعد، دموعش عزيزة علينا. جميل، أنا عندي ابني
مكان وزوجي بغير مكان وبنتي بغير مكان. يعني أجي أشوف أشوف مو أقول إيش ما أشوف، بس أريد أنسى شوية، أنسى لحظة، أنسى العراق ما أقدر. وهذه الأغاني تذكركم بالعراق أكيد. طبعا بكل شيء تذكرنا بالعراق، بكل شيء بكل شيء، حتى ترابه، هذا التراب اللي هسه الناس يقولون تراب يومية مشتاقين له، هذا التراب يعني شيء مؤلم، ذكرياتنا مؤلمة، لكن مع ذلك ما ننساه لأن يجري بدمنا، العراق يجري بدمنا. تسلمين على حد من أهلك بالعراق؟ تسلمين على حد من أهلك بالعراق؟ أسلم على أهلي كلهم، لأن العراق كلهم أهلي، على جواريني الطيبين الزينين الكل العراقيين، وأبوسهم كلهم من رأسهم ومن عيونهم ما أريد شيء، بس أريد قبل ما أموت أشوف العراق، قبل ما أموت أموت أنا بالعراق عند بين الناس، هذا اللي أتمناه من رب العالمين. إن شاء الله طولة العمر إلك إن شاء الله. لا إذا تندعيني بطولة العمر لا، ما أريد طولة العمر، أروح أشوف أهلي وناسي وأموت هناك، هذا اللي شيء أريده من رب العالمين يحقق لي إياه، أشوف ولدي، أشوف زوجي، أشوف بناتي، أرجع أشوف إخواني، أهلي، ناسي، جواريني وأموت. ما الغير شي لا ماري. السب الحلم مروح والطعمك على الشباب، الواقع رجالي اسمي حلم وكاب، السب الحلم مروح والطعمك على الشباب، الواقع رجالي اسمي حلم وكاب، الوحدة يقضيني واسوي تدخل عيني. سمعنا أغاني عراقية، شفنا دموع عراقية، شفنا محبة عراقية، شفنا الأعلام العراقية رفعت بهذا المهرجان العراقي. رجعتك هاي الأيام بغدادنا، الأيام المهرجانات. بعد ما مرجعتني لأنه صار لي تقريبا شهر هنا بأمريكا، يعني هسه أجيت من بغداد، بس شي شفته هنا بأمريكا يعني يمي أنا يمي خمس دقائق اوقف بالكرادة تعادل امريكا كلها. احكي لي شوية على البصرة، صديقة قال لي انت بصراوي. انا من اهل البصرة، يعني ولادة بصرة وعشت عمري كله بالبصرة، يعني ماكو اجمل من البصرة، رغم فقرها ورغم بساطتها بس جميلة، جميلة بشكل يعني يعني. شوية على بون، على شناشيل، على الأكلات البصراوية، شط العرب، الأكلات البصراوية، سمك المزقوف عندنا هناك، من واحد يقعد على شط العرب نشوفين الناس يصيدون السمك، البساطة بأنواعها، يعني القعدات الريفية هناك، يعني كل شيء حلو، كل شيء حلو هناك، كل شيء حلو وبساطة، يعني ماكو يعني واحد ما يكلف نفسه بكل شيء. هاي التجمعات تذكرك بالعراق؟ اي والله هلا ذكرتني، ذكرت العراق وذكرت بغداد، شلون كانت بغداد جنة، لكن هالإرهاب هو اللي حطمنا واللي أذانا. اي وإلا لو ما الإرهاب العراق سيد الدول العربية. هاي دموع اللي اشوفها بعيونك، الدموع وانت تسمعين اغاني عراقيه؟ اي ما اقدر اسمع، ما اقدر اسمع كلمه بغداد. بغداد كانت تجي، كنا نتونس، كانت عروسه المدن. لا 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 لا، هلا يعني الامن مفقود.
الغربة صعبة؟ اي طبعا الغربة صعبة. انا مو هذا اجي 6 شهور لامريكا، 6 شهور ارجع للعراق. هنا اولادي دزيتهم من سنة 79 درسوا وبقوا هنا، انا اجي زيارة.